وحده على سرير مرضه بصنعاء بعد 11 عاما من العلاج لمرض الكبد الذي أصابه، واضطره لبيع كل ما يملك. عبد محمد الذي ينتمي لمحافظة الحديدة غربي البلاد يكافح رفقة زوجته لمقارعة الفيروس القاتل. هذا العلاج يكلفنا من فوق 50,000، وأنا ما بيش مية مصدر دخل ولا مية أي حاجة، ولا أجد حتى البيت أدفئ يعني بئته، وأنا يعني أعاني من هذا المرض، وزوجتي مريض مرض السرطان تعاني الهرب سنة. للثلاثيني عرفات عبد الله قصة أخرى مع فيروس الكبد المعدي. عندي الكبد سبب نتائج الغسيل الكلوي، سبب نقل الدم لي في 4 سنوات، والآن عندي قالوا بداية تليف بالكبد. 11 مليون يمني مصاب بأمراض الكبد حسب تقرير أصدرته السلطات الصحية بصنعاء مؤخرا، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات، ولا زالت الأعداد في ازدياد مضطرد، وخاصة في الفئة العمرية المنتجة والشابة، بسبب نبتة القات والمبيدات الحشرية، فضلا عن أسباب أخرى. أسباب تفشي فيروس الكبد في اليمن، هناك عدم الفحوصات الدقيقة للمريض، يعني قد ينقل للمريض من مريض مصاب بالفيروس الكبد إلى مريض آخر صحيح، فيصاب هذا الإنسان الصحيح بفيروس الكبد. وكذلك من الأسباب أنه عندنا ما بش النظافة الشخصية للمريض نفسه، للأسف يعني يأكل بعد الشخص أو يلبس من ملابسه. 3500 شخص يلقون حتفهم في العالم يومياً بسبب التهابات الكبد الفيروسية حسب الصحة العالمية. هنا في اليمن المئات يتوافدون على مراكز الكبد شهرياً بالتزامن مع انهيار المنظومة الصحية وانعدام الأدوية الضرورية. الكبد الوبائي خطر يهدد حياة اليمنيين بسبب ضعف الوعي الصحي بهذا المرض، ما يقتضي الرقابة على المرافق الطبية والأماكن المختلفة التي يمكن أن ينتقل الفيروس بواسطتها. نبيل اليوسفي، الحرة، صنعاء.